هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: عندنا مساجد كثيرة في الغرب ولله الحمد، لكن معظمها على البدع، هل يجوز لطلبة العلم الذين درسوا في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية أن يذهبوا إلى هذه المساجد التي فيها بدع، يذهبوا ويدعوهم إلى الحق ويلقوا دروس هناك؟ يجب عليهم هذا، يجب عليهم أنهم يذهبون إليها ويعلمون الناس ويدرسونهم، هذا واجب عليهم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، هذه مهمتهم. نعم.